سامع عبد الله، ده تاني فيديو في بودكاست مع نفسي. سؤال النهارده بيقول لك: هل ينفع اكون متميز في مجال علم وتحليل البيانات بدون تعليم جامعي؟ ايوه اكيد طبعا. ازاي؟ اصل بص، اصل الجامعه بتوريك بدايه الطريق، انما هتكمل معاك لا، فدي صعب اصلا. وحتى في مثلا في حاسبات مفيش تخصص داتا ساينس مثلا او داتا اناليسيس، ده مش هتلاقيه في حاسبات اصلا المجالين دول. فانت اللي هيفرق عنك وعن واحد متميز لو بيجي يشتغل على نفسه في كويزات ويحل على داتا سيتس كتير على كاجل وعلى جيت هاب وهكذا. وبكده ده كان فيديو النهارده. ما تنساش give me time's up and peace out.